تشاهدون في هذه الحلقة. على وقع الهتافات باسم الجمهورية، تعز تحيي الذكرى 57 لثورة سبتمبر بمهرجانات شعبية واحتفالات متواصلة. شارع جمال بتعز قلب المدينة النابض وأحد شواهد البناء لما بعد 26 من سبتمبر. هالة أحمد سيف كفيفة من حفظة كتاب الله، تبصر بنور العلم وتحوز مرتبة الشرف بين أوائل الجمهورية في الثانوية. مرحبا بكم من جديد. البداية وكما هي العادة جولة سريعة على أهم الفعاليات والمناشط التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أقامت السلطة المحلية بتعز حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة ذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر، وأكدت الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة أهمية ثورة 26 من سبتمبر باعتبارها صانعة التحول التاريخي في هذا البلد، مشيرين إلى الإنجازات التي تحققت للوطن بعد القضاء على الإمامة الرجعية وثالوث الفقر والجهل والمرض. تخلل الحفل عروض مسرحية معبرة ووصلات غنائية ورقصات شعبية تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة. نفذت مجموعة من فتيات وطالبات مدرسة الحمزة بتعز فعالية الرسم بالألوان على الجدران، وقامت الطالبات المبدعات في هذه الفعالية ضمن مبادرة مستقبل أفضل ومشروع ريشة سلام برسم العلم الوطني وعمل لوحات جدارية تدعو إلى التعايش تزامنا مع اليوم العالمي للسلام. مشاهدينا، تتواصل في محافظة تعز الاحتفالات بمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر، ويعتبر الاحتفال والمهرجان الكبير الذي احتضنته مدينة تعز صبيحة الخميس أكبر مظاهر الابتهاج التي تعكس وفاء تعز لتضحيات ثوار سبتمبر وتمسكها بأهدافها الوطنية الثابتة. على وقع الأنغام الثورية وبالرقصات الشعبية، توج أبناء تعز فرحتهم باحتفائية كبيرة بالذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، احتفائية خلت هذه المرة من الاستعراضات الرمزية للقوة العسكرية، واتسمت بكونها جماهيرية شعبية يتجسد فيها إرادة فرحة وطنية يتشاركونها طلاب الجامعات والمدارس وموظفو القطاعات الحكومية والخاصة والفئات العمالية والفلاحية وجموع القادمين من مختلف مديريات المحافظة. خرجنا من مدرسة الشهيد الحكيمة وشاركنا في حفل 16 سبتمبر وفرحين جدا، كلنا فرحين بالحفل ونحيي اليمن كامل. احنا اليوم هنا في تعز نحتفل بثورة 26 سبتمبر، خروج من الإمامة من الكهنوت الإمامي، ونحن هنا نحتفل في العيد 57 من ثورة سبتمبر المجيدة، هنا مع هذه الحشود الجماهيرية الغفيرة. هذه الاحتفال البهيج يأتي ردا على الانقلاب ونكبة 21 سبتمبر التي أعلنها الكهنوتية الإنقلابيين، ورد على كل القوى الرجعية التي تريد أن تعود بنا إلى الزمن الماضي. يؤكد الشارع في تعز أن احتفالاته بهذه الذكرى وبشكل يليق بالمناسبة الوطنية يعني تمسك أبناء المحافظة بمبادئ الثورة الأم وسيرهم على النهج الذي اختطه الثوار تحت راية الجمهورية والوحدة الوطنية. 26 سبتمبر الآن هي تعني أشياء كثيرة بالنسبة لنا في أحلامنا في طموحاتنا، الحمد لله الآن ترسخت لكل الأجيال القادمة مدى أهمية وحيوية 26 سبتمبر والحفاظ على النظام الجمهوري في ظل الانقلاب الذي قامت فيه الميليشيات الإنقلابية لمحاولة إنهاء هذه الفترة النضالية الكبيرة. وإذا كانت المشاركة الشعبية الواسعة وزخم الحضور في مثل هكذا مناسبة وطنية
ليس بغريب على تعز، إن معايشة المحافظة الكبيرة هذه الأفراح وإصرارها على الاحتفاء بذكرى سبتمبر رغم جراح الحرب يحسب لها باعتبارها محافظة تتصدر المشهد الوطني على الدوام، سيما في مسألة الدفاع عن الجمهورية وشرعيتها الدستورية من خلال مقارعة أبناء تعز للإنقلابيين من الإماميين الجدد في مختلف جبهات البلاد. نشعر بالفرحة وتغمرنا السعادة بهذه اليوم الوطني المجيد، ونحن نواجه ثورة إمامية مضادة تتمثل في الحوثيين في الشمال والانفصاليين في الجنوب. ولتسليط الضوء على أجواء الاحتفالات التي تشهدها تعز بمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر، معنا الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة. أهلا بك معنا أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أختي. احتفاء أبناء تعز بذكرى ثورة سبتمبر بهذا الزخم الجماهيري وهذه الفرحة العارمة، ما الذي يعنيه ذلك؟ مدلولات هذه الحفاوة بهكذا مناسبة وطنية؟ أعتقد أن 57 عاماً عمراً ليس قليل، وربما يتقارب من عمر جيلين إلى اليوم من ثورة 26 من سبتمبر، لكن الاحتفالات بهذه الحفاوة وبهذا الشكل ربما مرجعها الأساسي كما يقال أن الليلة كالبارحة. هذا الجيل فرض عليه أن يقود نضالاً يرث جيلين قبليه، هذان الجيلان كان آباؤهم وأجدادهم، هم أولئك الذين قادوا ثورة 26 من سبتمبر ليعود هؤلاء من نقطة الصفر للنضال على مبادئ وقيام هذه الثورة بعد 57 عاما، بل علينا أن نختصرها بشكل أكبر ونقول بعد 52 عاما من قيام الثورة اليمنية أتى من يقود انقلاب ليعلن عن بدء عودة نضال اليمنيين، وكأنها لعنة الأقدار كتبت على هذا الجيل ليحمل نضال جيلين متتابعين من الثورة اليمنية. اليوم هذه الثورة تعيدنا إلى ذكريات عام 1962، وتعيدنا للمقارنة أكثر بين دورين، بين دورة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي واللتان لم تغيبا عن أحداث هذا البلد منذ حقبة الستينات، وإن كانت الإمارات مجرد غطاء للوجود السعودي في هذه المنطقة، لكن هذا الصراع الإقليمي على هذه المنطقة يجر اليوم صراعا إقليميا تغير فيه الأدوار فقط لهذه الأطراف، لكن هذه الأطراف إما أن تكون في الشمال الشرقي من أفريقيا وإما أن تكون في الجنوب الغربي. هذا الاحتفاء أستاذ عبد الهادي، هذا الاحتفاء بقدر ما هو فرحة شعبية لأبناء تعز واليمن عموما، إلا أن الاحتشاد في أكبر محافظة يمنية من حيث السكان كمحافظة تعز ربما قد يحمل رسالة، خصوصا في ظل هذا المنعطف الحساس الذي يمر به الوطن، كيف تقرؤون أنتم هذه الرسالة؟ حسب ما لدي من معطيات ومؤشرات أعتقد أن أبناء هذه المحافظة تم احتشادهم بهذا الشكل في رد عملي ورد إلى الإقليم وإلى المنطقة، إلى كل القوى التي حاولت أن تعمل على استنزاف هذه المحافظة نفسياً ومادياً وبشرياً عبر حصار مارسه الحوثيين أو عبر تطويق مع الأسف الشديد مارسه التحالف العربي والشرعية، إذ جعل المنفذ الوحيد لهذه المحافظة التي تتجاوز في تعداد سكانها في مناطقها المحررة على 3 مليون نسمة، كان هنالك محاولة لإعادة تطويع تعز أشبه بمن يحاول استئناس حصان متوحش ليقل من جموحه وبالتالي تسهل السيطرة عليه، وهذا ما أراد المواطنين إيصاله أن لديهم نفسا أقوى للمقاومة، نفسا أقوى للإعلان عن حضورهم، نفسا أطول أيضا في الخوض في حرب استنزاف بعد السنة الخامسة وبعد عقدين من الاستنزاف المنظم قادهما النظام السابق،
لإعادة تطويع هذه المحافظة، لكنه فشل. 3 عقود ونيف أدت إلى أن تخرج هذه المحافظة كحالة ثقافية ضد النظام السابق، وبالتالي هي تعلن اليوم حالة الاستعداد لعدم استنزافها أو استئناسها بحيث تتحول إلى جماعة طيعة كما يعتقد البعض أن استمرار الحصار. إذن هي رسالة من أبناء تعز حملوها كما ذكرت أستاذ عبد الهادي. بالعودة إلى الوراق قليلا، هذه الذكرى ربما لو تحدثنا عن دور هذه المحافظة في المشاركة بصناعة هذه الثورة الأم وإسهامات أحرارها بدءا من الترتيب وصولا إلى اندلاع شرارة الثورة، ما الذي يمكن قوله باختصار في هذا الصدد؟ يقال دائما أن التغييرات الكبرى إذا لم تستفد منها القوى البرجوازية في أي بلد، خصوصا إذا كان البلد يعتمد في اقتصاده الزراعي على اقتصاد تقليدي زراعي أو زراعي رعوي بشكل أساسي. كانت هذه المدينة هي المدينة الوحيدة كما يقول رجال الثورة الذين تسلموا مقاليدها من الغرفة التجارية ومن البرجوازية اليمنية دون غيرها من محافظات الجمهورية في عام 1962. هذه المدينة هي التي قادت حلم الدولة. دائما يقال مثلا أن أوروبا بعد الإقطاع أن من صنع الدولة في أوروبا كانت القوى البرجوازية، كانت هذه المحافظة هي من تزعمت البرجوازية اليمنية وهي المستفيد الحقيقي من الثورة في الستينات. تكفلت ب3 عوامل رئيسية: التمويل وهو الأهم، الطاقة البشرية بحكم الفائض الكبير، ثم القيادتين السياسية بدرجة أساسية والعسكرية بدرجة ثانية في ثورة 26 من سبتمبر. لذلك ساد نوعا أساسي، أسندت أول وزارة اقتصاد لهذه المحافظة، أسندت أول وزارة صحة لهذه المحافظة، كما أنها أسند إليها أيضا وزارة العدل. وهذا دليل واضح على دور هذه المحافظة في مسألة الثورة. اتخذت منها قوات الجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله مقرا لقواتها بما سميت بهيئة الشؤون العربية أو مقر المؤخرة لقوات الدعم العربي المقدمة من الإخوة في جمهورية مصر العربية. شهدت هذه المدينة أول تشكيلات لما يمكن أن نعتبره مكاتب وأسس الدولة الحديثة التي أنشأها الإخوة المصريين، أولئك الذين يستحقون أن ترفع لهم القبعات. نعم، هذا الدور أستاذ عبد الهادي هو الدور بلا شك دور محوري لمحافظة أو مدينة تعز، وتعز دائما ما تتصدر الاحتفاء بهذه المناسبات، خصوصا عندما نجد الترابط ما بين ثورتي سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وما مثلته تعز من نقطة التقاء. يعني كيف هذه النقطة تحديدا، هل هذا الدور هو لا تزال تقوم به تعز حتى اليوم، الدور النضالي والثوري؟ أعتقد أنها لا زالت تقوم به إلى اليوم على الأسف الشديد. قبل أيام وصلنا مجاميع أو أشخاصا أو أسرا من المحافظات الجنوبية وهم جنوبيين من حيث المولد والنشأة 100%، لكن الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها عدن والمحافظات الجنوبية كان لا ملجأ لهؤلاء سوى أقرب محافظة إليهم والأكثر مدنية وانفتاح، فتم استقبال العشرات من هؤلاء في ظل من خرجوا داخل المحافظات الجنوبية مع الأسف الشديد يزعمون أنهم أصحاب القرار الجنوبي. فهل القرار الجنوبي أتى لإخضاع جنوبيين أيضا في ذات الوقت؟ هذه المحافظة لا زالت عند موقفها الثابت والدائم فيما يخص علاقاتها بكافة المحافظات. لدينا قيادات عسكرية من المحافظات الشمالية ومن شمال الشمال، ربما لدينا قادة من صعدة ولدينا من المحويث، لدينا قادة أيضا من عمران، كما لدينا قادة من الضالع هنا، ولدينا قادة أيضا من محافظة أبين ومن شبوة ومن محافظة عدن ولحد. في تعز حالة ثقافية أكثر من كونها جغرافية. يعتقد البعض أن حالة تعز هي حالة جغرافية لكنها في الأصل حالة ثقافية. هذه المناسبة، نعم إن قاطعتك، هذه المناسبة الوطنية يفترض أن تكون فرصة لتوحيد الجهود في خدمة القضايا المصرية والوطنية، ما الواجب على ساسة ومثقفي وأحزاب تعز اليوم عمله لاستكمال تحرير المحافظة والانتصار للمشروع الكبير الوطني المتمثل باليمن الاتحادي؟ أعتقد أن ما
أنا شخصياً ما أرى أن يجب أن تقدمه النخب في تعز، وأقصد هنا بالنخب السياسية والثقافية، هي أن تلزم الصمت، أن تترك للقادة العسكريين في تعز حق استكمال تحرير المحافظة واتخاذ ما يرونه. أعتقد أن ما تنتجه النخب من ضجيج كان سبباً أساسياً في ما وصلت إليه تعز. مع الأسف الشديد اعتبر البعض هذه المرحلة، وهم قلة لكنهم قلة مزعجة وسيئة جداً، اعتبرها فرصة للإثراء، فرصة للانتهازية، خصوصاً تلك القوى المتوارية في الخلف هي من أدت إلى حدوث ضجيج. أظهرت تعز كقوة متشظية، هذه القوى مع الأسف هم الوحيدين الذين لا يدركون قوة المحافظة ولا قوة أنفسهم، وهم من سعوا إلى إضعافها. ما ندعوه أن تعيد هذه القوى حساباتها، أن تعيد هذه القوى تموضعاتها، أن تدرك هذه القوى أن هذه المحافظة إذا هزمت فلا قيمة لهم. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. يعد شارع جبال وسط مدينة تعز أحد شواهد البناء والتعمير لإنجازات ثورة سبتمبر الخالدة، وارتبط تسمية هذا الشارع الحيوي باسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تقديرا واعتزازا بدور الجيش المصري في دعم الثورة والانتصار للجمهورية. نتابع. تدب الحركة فيه منذ الصباح الباكر وتصل ذروتها ظهيرة كل يوم، ولعله المكان الذي لا تتوقف فيه الحركة شارع جمال الواقع وسط مدينة تعز، الرابط بين عدد من شوارع المدينة وأكثرها ازدحاماً وأهمية. كان شارع جمال يعني قليل فيه من العمران وقليل فيه من السكان، الآن الحمد لله يعني بدأت النهضة عامرة بشكل طيب. أنتم الآن تستضيفون هذا البرنامج في شارع جمال، يعتبر أكبر شارع في تعز، وينسب إلى من كان سبب في تحقيق الثورة اليمنية وساند الثورة اليمنية المجيدة. يحتضن هذا الشارع سنوياً الفعاليات الاحتفائية الخاصة بالمناسبات والأعياد الوطنية، نظراً لكونه يتوسط المدينة وتحيط به أكثر الأحياء السكنية المكتظة والمزدحمة. يعد شارع جمال الذي يأخذ خطاً مستقيماً مع بعض الانحناءات البسيطة من جهة الغرب بجولة وادي القاضي مع تقاطع القبة، وحتى الشرق باتجاه العقبة تقاطع شارع 26، أحد معالم النهضة وشواهد البناء التي تلت ثورة 26 من سبتمبر المجيد. يعتبر شارع جمال يعني مفتاح المدينة، أنشأ بعد الخدمات، كل الخدمات في شارع جمال، كل الخدمات المؤسسات الخدمات وشارع جمال، تمام. الفضل الثورة، ثورة 26 سبتمبر. شارع جمال هذا الشارع الحيوي الذي تدب الحياة فيه هو من منجزات ثورة 26 سبتمبر، وهو قلب المدينة، مدينة تعز الحالمة تعز. يجب على مسؤولينا الحفاظ على نظافة هذا الشارع، وكل في جانبه، كل موظف في جانبه المرور برضو على أساس تخفيف الزحمة. ارتبطت تسمية هذا الشارع باسم الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر، دعم الثورات التحررية في الوطن العربي وثورة سبتمبر المباركة على وجه الخصوص. والتسمية لأكبر شوارع مدينة تعز كانت بمثابة تقدير واعتزاز بدور مصر، عبد الناصر وجيشها العربي في دعم الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري على الملكية وأئمتها الرجعيين المتمثلين في بيت حميد الدين. شارع جمال هو فيه رمزية من رمزيات الثورة، ارتبط بالثورة وارتبط بمصر، كان داعمة للثورة وبزعيمها جمال عبد الناصر الذي أتى إلى اليمن وقدم 70,000 جندي لحماية الجمهورية ودعم فك حصار صنعاء على مدى 5 سنوات إلى 67. لم تكن أهمية هذا الشارع من موقعه الاستراتيجي وحسب،
إنما من الرمزية التي اكتسبها باعتباره حاضنا للثوار الأحرار إبان ثورة 26 من سبتمبر، حيث كان حينها نقطة تجمع وانطلاق للمسيرات الثورية الطلابية والشعبية المتعاقبة التي كان مبتداها من المسيرة الطلابية صبيحة ثورة 26 سبتمبر، والتي معها تبدد حلم بيت حميد الدين بعودة الملكية من تعز، ووضعت بذلك المسمار الأخير في نعش الإمامة. يضم شارع جمال مقرات كبرى للمؤسسات الحكومية مثل مقر ديوان المحافظة المؤقت ومبنى شركة النفط ومكتب التربية والتعليم وفرع البنك المركزي بتعز، كما ويحوي عدداً من مباني البنوك والشركات التجارية، ما يجعله من الشوارع الحيوية المزدحمة في محافظة تعز. تعد العملية التعليمية في اليمن واحدة من مآثر ثورة سبتمبر التي كان هدفها الرئيس القضاء على الجهل والتخلف. في فقرتنا التالية نستعرض قصة في هذا المسار بطلتها طالبة كفيفة تحدت الإعاقة بالتعليم وتمكنت من حظ مقعد لها بين أوائل الجمهورية في القسم الأدبي بالثانوية العامة. مناسبتان وفرحتان كانت الطالبة هالة أحمد سيف غالب على موعد معهما، وإلى جانبها كل طالبات ومعلمات وإدارة مدرسة مجمع صينا بتعز. الفرحة الأولى حين استدعتها مدرستها لمشاركة زميلاتها في هذا الصرح التعليمي للاحتفاء بالعيد الوطني 57 لثورة 26 من سبتمبر، والثانية لتكريمها وسط هذا الحضور الطلابي بمناسبة حصولها على مرتبة الشرف ضمن قائمة أوائل الجمهورية في القسم الأدبي بالثانوية العامة. وقال اتصال من الأستاذة أشواق، كلمني إني جيت الأولى على المحافظة. كان فرحتي والله شعوري قوي حلو، كنت فرحان. بعدين قلت اللهم لك الحمد، جيت الأولى اجتهدت، ربي قابلي حق يعني قدر اجتهادي الحمد لله، والله ما يضيع شحه الحمد لله. وقد التعليم وقد المدارس، وكمان فعلوا حاجة للمكفوفين الاحتياجات الخاصة بفضل الله، ثم بفضل الثورة 16 سبتمبر. التحقت الطالبة هالة في قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمجمع صينا التعليمي للبنات، وذلك إثر فقدها نعمة البصر في السنوات الأولى من عمرها. ومنذ ذلك الحين وهالة لم تستسلم لليأس، واستمرت في معارك متواصلة مع الأيام والسنون وبرحلة من الجد والمثابرة مع التعليم، حتى تمكنت من خطف الأضواء بين مئات الطالبات المبصرات في هذه المدرسة، لتجعل من بصيرتها الثاقبة عنواناً للنجاح واجتياز إعاقة العمى وصولاً إلى القمة بعد تتويجها الأولى لا على مدرساتها وحسب، إنما على مستوى محافظة تعز. كنت أتوقع من قسم الناطقين الصدق، يعني من الطالبات العاديات، لم أكن أتوقع أن تصلها إلى هذه المرحلة، بس ما شاء الله بجدها ومثابرتها فاجأت الجميع. نحن نولي العناية لجميع الطالبات متميزات وغير متميزات، لكن بشكل خاص للطالبة هالة والطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة نعطيهم المزيد من الاهتمام، لأنهم بحاجة إلى رعاية أكثر من الطالبة العاديات. تقول هالة أنه ما ضل من جعل في قلبه مكانا لذكر الله، وترى أن حفظها لكتاب الله عز وجل ساعدها على التحصيل العلمي وبلوغ المرام بدخولها قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية. تقرأ الطالبة المتفوقة بالاعتماد على طريقة براين الخاصة بالمكفوفين، وتعتمد السماع لزيادة معرفتها عن طريق ملازمة شقيقاتها وزميلاتها، ما جعلها تجتاز امتحانات الدراسة بتفوق،
وأضحت اليوم من حفظة كتاب الله إثر تلقيها العلوم الشرعية بجمعية معاذ لتعليم القرآن الكريم. أنا كنت في معي ما شاء الله طالبات يعني زميلاتي كانوا يساعدني، في معي أخت كمان كان بثالث ثانوي معي السنة الأولى كانت تساعدني، وأنا أكثر حاجة بجهدي بإرادتي كنت أسمع سم بالذاكرة حق المكفوفين أذاكر يعني كنت من نفسي. تعتز هالة كثيرا بنفسها وتفتخر بنجاحها وتغلبها على إعاقتها، هذا الاعتزاز جعلها محط أنظار وإعجاب مدرستها ومعلميها. وكانت من الطلاب المثابرين في معهد المعاقين أيام ما كنا ندرس في معهد المعاقين، ودائما حريصة ومثابرة على أن تحصل على أعلى الدرجات بين قرانها من الطلاب والطالبات. فعلا هناك عدد من الطلاب حفاظ القرآن وغيره، فهم يتمتعون الطلاب الكثيفين بأن لديهم قدرة من الله سبحانه وتعالى على الحفظ والتمييز. الأم كانت تتمنى أنني يعني تتمنى من يوم عدين صغير أنني يكون يعني من المتميزات، يعني تشتيني أكون كذا معلمة، صح أنني كنت ما أشوفش ولا شيء بس كانت تشجعني تقول لي عادي أنت ما تشوفش عادي، أهم حاجة تكوني متميزة، أهم حاجة تكوني صابرة على نفسك. تطمح المجتهدة التي تحوز شهادة كل من عرفها بحسن السيرة والسلوك لأنها تدرس اللغة العربية في التعليم العالي، وذلك للاستفادة في مجالها كمدرسة أجيال في اللغة والاستعانة فيها لتلاوة القرآن، تعليمه وتعلمه. إن شاء الله أكون في المستقبل مدرسة لغة عربية إن شاء الله. أيوة أحب اللغة العربية، أحب النحو كثير، واشتد وسع بها من شان المصحف القرآن. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. بهذه القصة مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولي.